بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر، فصل في نصيحة الولاة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم. ويسخط لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم من حديث سهيل. هذا الحديث الجليل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرضى لكم أيها المؤمنون ثلاث خصال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله عليكم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الثلاث المسائل ذكرناها فيما سبق، وأعاننا الله على تفصيل معانيها. ثم ذكر أن الله عز وجل يكره لكم ثلاثا، أي خصالا ثلاثة، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث يجب حفظه، حفظه أي حفظ معانيه وفهم دلالته. كره لكم قيل وقال، قيل وقال ليست أسماء للقول، يعني وإن قال بها بعضهم. إيش معنى أسماء؟ لأنه قال زيد هذا فعل ماضي، قال قالا ذلك عيسى ابن مريم قال الحق، بمعنى قول الحق. قال تأتي بمعنى قول مصدر، وتأتي بمعنى اسم، اسم للقول، ليست اسما ولا مصدرا. الأفضل أن تجعلها فعلا. قال وقيل، كذلك قيل يأتي مصدر ويأتي اسم ويأتي فعل، الفعل أولى. لما كان هذان قال وقيل جعلناهما فعلا أولى من أن يكون اسما أو مصدر؟ لأن إذا قلت قال بمعنى قول، وقيل بمعنى القول، قال تقول قال فلانا قال، يعني قال مقالة، لو جعلناها مصدر لكان الفعل الثاني الاسم الثاني القيل مؤكد للاسم الأول. لكن إذا قلت قال وقيل فعلان جعلت الفعل الأول
غير الفعل الثاني، ويكون هناك معنيان مختلفان. والفعل جعلك الثاني منهما تأسيسا أي أصالة وابتداء أولى من أن تجعله تأكيد. نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. قيل وقال جعل كناية عن كثرة الأقوال التي تسود بين المجتمعين، اثنان فأكثر إذا اجتمعوا، سيما إذا خلت قلوبهم من ذكر الله، ما كانوا طلبة علم ولا نساك وعباد، إنما أوقاتهم يقضونها إما في مسائل الدنيا أو فيما يهمهم من أمور أو شؤون الناس، وأغلب الناس حوائجهم تقتضي ما الذي يريد البيت وما الذي الصفقة التي تناسب وما العمل التجاري، ثم ينتهي. فيقتضي الأمر أنهم يتصرفون في أقوال فلان قال كذا، ورأيت أن قول فلان أولى، ألم تعلم أن فلان يقول كذا، وقيل لنا كذا. هذه الأقوال انظر أيما اجتماع، سواء كان الاجتماع في مناسبات كالعقيقة والوليمة ودعاء العرس، أو اجتمعوا على قضاء وقت في مقهى أو في منزل أو في دار، ما يضطر لا يعني يرى أحدهم أنه لو صمت لكان عيبا لجليسه، فيقتضي أن يتكلم. فإذا كانوا أكثر من ثلاث لا بد من نفوس كلهم أو بعضهم أن يظهر شيئا أنه يفوق الآخر في المعرفة، فيقول ألم ترى أنك ما حصل كذا وكذا قال فيه فلان كذا. كثرة الخوض في مثل هذه تجر إلى الكذب وإلى الغيبة وإلى تصنيف الناس وإلى مقالة سوء وإلى أمر كان مغطى فيكشفوه وإلى هتك أستار الناس. يا عبد الله لو جلست لرأيت العجائب مما يخوضه الخائضون. كل المجالس لا يخلو من ذلك، إما غيبة أو أنهم يرون فلان يستعرضون أحواله، لا بد من أن يقضي الوقت. والمرء قلبه ترد عليه خواطر كثيرة جدا، أحدنا يلمس ذلك. أنا أريد يعني إثارة ما هو كامن في النفوس، وإلا كلنا يدرك ذلك. إذا خلوت عند النوم أو في اليقظة أو حين استيقاظك النوم أو دخلت دورة المياه، انظر ما الذي يجري في القلب، تأتي خواطر، والشيطان يسوقها لمعرفته بما أعطاه الله من ذلك فتنة للعباد، يدرك أهم حوائجك أو يعرف أنك في قلبك يجول كراهة فلان والغضب من فلان والتخطيط لأذية فلان، أو شهوات من شهوات الفرج أو البطن، ذاك المال الموجود ولو رحت كذا لوجدت كذا. كل أحد بحسب ما يملأ أو أكثر جزءا من قلبه في هذا المعنى. والله عز وجل جعل للشيطان قدرة في معرفة خواطر الناس، فيلقي عليه هذه الأمور. هذه الأمور ما نتكلم احنا عنها حين يكون أفرادا، نتكلم عنها حين يكون مجتمعين، لتأتي قيل وقال. فيأتي الإنسان بما يجول خاطره. أدنى مناسبة قال أحدهم في أشخاص أو معاملات إلا وغلب عليه أكثر ما جال في خاطره من ذاك الفلاني من إنسان، يقول هذا ألم تعلموا أن بعض الناس يفعل كذا ويفعل كذا ويريد ذلك، وأحياناً يصرح باسمه، وأحياناً يقول عن أفعال غير معروفة فيكشفها،
يا عبد الله إذا كانت القلوب استقرت يعني فيها اطمئنان وفي أمور من العيوب يعرفها هو أو كشفها أو ابتلي بها فيعرضها على الناس ولا يعرفون هذا الأمر، يقول ألم تروا أن فلان يفعل بأخته الفاحشة، الناس ما تعرف أن أحد يسطو على محارمه، ألم تدري أن فلان قاد أباه إلى الهلاك لأجل أن يرث، فيأتي بأمور لأجل أن يستطرفه الناس في الموقف يقولون فلان يفعل. كل هذه البلاء وغيرها مما تعرفونه أكثر مما أعرف جره هذا المنهي عنه، قوله صلى الله عليه وسلم كره الله منكم قيل وقال، بمعنى يا عبد الله إن اجتمعت مع أناس فإن خاضوا في أمور مما تنتفع به في دينك ودنياك وإلا إن استطعت أن تصرفهم وإلا لا ينبغي لك الجلوس في ذاك الموقف. كره ولم يقل حرم الله عليكم، والله أعلم، لأن بعض المجالس فيها أمور لا يجرؤ أحد على أن يقول الكذب ويتعمده، إنما هي فلتات لسان وسقطات وترد كثيراً، وإلا لو كان كل مجلس فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ذكر الفضائح المستورة لكان القول حرم الله عليكم، والكراهة قد ترتفع إلى أن تكون تحريما. فالشاهد يا عبد الله احذر هذه المجتمعات، سيما قضاء الليالي في مثل هذا الموقف ما يخلو من هذا القول قيل وقال، لأن الناس لما كثر ميولهم إلى الاستكثار من الدنيا والاستمتاع بها ثقل عليهم أنك تذكرهم بالله، إذا جئت آية وحاولت بيان معناها أو ذكرت أمراً من التاريخ فيما جرى للصحابة من الصحابة من وقائع أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم تنكمش، فإن كانوا في جرأة والنفاق يسود قال يا أخي اتركنا هذا، منا في مسجد الآن ما نحتاج إلى وعظ، بمعنى سق كلام آخر، وأكثر من في قلوبهم مرض، لأن الناس ذو أهواء، منهم من يشجع اللعب ومنهم من يخوض في هذه الآلات في مناظر غير سليمة ومقالات غير صحيحة، وأناس امتلأت قلوبهم بشهوات الدنيا يثقل عليهم أن يسمعوا شيئا من ذكر الله، ثم إنهم زادهم هذا النفار والنفرة من الأقوال التي مسندة إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوه من كثرة الوعاظ الجهلة أو كثرة هؤلاء الذين ينتدبون في أن يقولوا للناس حلام وحرام، إما أن يأتوها بصورة غير سليمة أو أنهم فيهم لحن في إلقاء القول غير سليم أو أنهم يعبرونها غير التعبير الصحيح أو يأتون بمسائل علموها ثم طرحوها على آذان السامعين دون أن يفقهوا معناها فيتحير السامع. فلما رأوها ما أتكلم عن السلوك، لأن المرء إذا قام يخطب أمام الناس يعظهم وبعض الجالسين يعرفون عنه مسائل ما يعرفها الباقين من سلوك غير صحيح ومن أمور تتعلق بأخلاق ذميمة ومن تصرفات، لما يرى هذا ينفر من ذاك المجلس ولا يحب يستمع منه، وإذا قيل فلان يتكلم ويعلم عنه ذلك الماضي يتألم، زاد هذا
نفور هؤلاء الناس أن تذكرهم بالله عز وجل، تقول قال الله وقال الرسول، ما يقبلونه وإن كان فيهم إيمان، لكن هذا الإيمان ليس بذاك الإيمان الذي يتقبل الكلمة الطيبة ويأنس بها ويرجع إليها. فلما كان هذا هو السائد، إنما يميلون إلى الحكايات وأقوال الناس وما يجري بين الناس، فإذا حضر فيهم واحد يعني ابتلاه الله عز وجل بمعرفة ما يجري بين الناس، قد يكون قاضي وقد يكون رئيس دائرة يلجأ إليه الناس، أو قد يكون كذا، يحبون أن يسمعوا منه، فيأتيهم بالفضائح والأمور التي لا ينبغي أن تذاع ولا تقال، إنما يستأنسون بهذا. والإنسان قلما ينجو من كبر وحب علو. إيش معنى حب العلو يا عبد الله؟ يحب أن الناس يقومون له، ويرغب أن الناس يقبلون رأسه ويديه، ويحب ويرغب أن يقول فلان هو الذي يفهم، هو الذي يعلم. فلما يطرح هذا المسائل ويلتفتون إليه كلهم يسمع ما يقول، يأتيه حب الشرف والرئاسة، ذاك هو العلو، يريد أن يكون أعلى من الجالسين، إما علماً أو جاهاً أو غير ذلك. ترى هذه في كل نفس، لا يخلو جسد من كبر وحسد، هذا في النفس، إلا من أعانه الله فطفى ما في نفسه. لو فتشت وبعثرت وحاولت ستجد هذا المعنى. نهى كره الله لكم قيل وقال وكثرة السؤال. يا هكذا مجمل، إيش معنى مجمل يا عبد الله؟ ما قال كثرة السؤال في تناول ما عند الناس، يعني الشحاتة وطلب الصدقة، ولم يقيد هذا، يبين هذا المجمل أو يقيد هذا المطلق، فلم يقل صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم كثرة السؤال المطروحة في معرفة ما عند الناس، ما ذكر هذا، ولم يقل كثرة السؤال في مسائل أخرى، جعل هكذا مطلقا، دل على أن كثرة السؤال، الشحات هذه مكروهة معروفة، وجاء النهي عنها وتقبيح صورها وما أعد الله لأصحابه، أظن هذا مل من الدرس، إذا مللت توجه إلى القبلة واقرأ القرآن يا عبد الله. فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وإضاء وكثرة السؤال. السؤال، سؤال الناس فيما عندهم ما ينبغي، لا يجوز شرعا، إلا لمضطر أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة أنواع من الناس. أحدها رجل تحمل حمالة. إيش معنى الحمالة يا عبد الله؟ فئتان من المؤمنين تنازعوا، أو خصمان تشاجروا وكاد يحصل بينهم قتال لحقوق بينهما، فجاء رجل وأصلح بينهم ثم تحمل هذه الحمالة، إما أنه جرى قتل وجرى كذا فدفع، فلما دفع المال ما بقي عنده مال، فإذا قام في الناس قال يا أيها الناس، يا إخواني، حصل كذا وكذا ودفعت المال، هذا جاز من تحمل حمالة، يشهد له اثنان من ذوي الحجى من أهله، أنا أسكن عقلاء فطنين، يقول نعم، ولم تحمل حمالة أعينوه. ثلاثة أنواع من الناس، غير كده ما يجوز لأحد. أو رجل بلغ به من الضر أن يأكل ميتا، جاز له، ما قال يستحب له، لا، لأن الله عز وجل من علم أنه المتصرف في الناس
هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يغني وهو الذي هو الذي يفقر من شاء. كل أمر من عز وإذلال ورفع وخفض بيده سبحانه. لا تظن يا عبد الله إذا أنعم عليك أحد أن هذا هو المنعم، لا، الله هو الذي وجهه لك. ولا تظن أنك إذا حصلت على عمل أن ذاك من ذكائك وحسن تصرفك ومعرفتك بمجال الطرق، لا يا عبد الله، الله الذي ألهم ذلك ووفقك له. لو لم يوفقك ما حصل هذا، التوفيق بيد الله عز وجل. فمن جاءته حاجة فليصرفها إلى الله عز وجل. وإذا رأيت أحد الشحاذ اغتنى وعنده الملايين، ترى هذه من ابتلاء الله له، ذلة ومهانة وعدم رفعة. لا يا عبد الله، إذا ابتليت ارفع مسألتك إلى الله عز وجل، فإنه أعلم بحوائجه منك. وإذا رأيت صاحب معصية وسع الله عليه ووجدت كل ما خاض في أمر ربح فيه، ترى هذا استدراج، ما هو نعمة ولا هو مكرمة. العاصي ما يعطيه الله عز وجل. إيش معنى الاستدراج؟ يوم يأتي المرء إلى خصمه وهو أقوى وأعتى منه، ما يستطيع عجابه، فيلجأ إلى الكيد والحيل فيخدعه. لك عندي وليمة، لما لا نخرج كذا بعد أن يحتاط مع بقية العصابة، كونوا هناك، أو أن لك عندي كذا، أو هناك هدية تنتظرك، فيخدعه بمثل هذا فيغريه. هذه شؤون الناس في الأمور، فيظن أنه بتصرفه استطاع. هذا الذي سلمه الله لكيد الكائد هي بذنوبه. فالله يستدرج العبد، هذا معنى الاستدراج، يعطيه فيزيد ذاك عصيانا، يمهل له ما يأخذه على عجل، فيظن أن الله راض عنه، ما كره ما فيه، حتى إذا جاء القدر وانتهى أمر الله عز وجل قسمه قسمة ما يقوم لها أحد. فإذا رأيت العاصي فيه هذه النعمة لا تظنها نعمة يا عبد الله. فمن جاءته حاجة يصرفها إلى الله عز وجل، يقضيها له إذا استقام. كثرة السؤال لا نعني به سؤال الناس فيما عندهم، لأن هذا مكروه في الأصل ومحرم في الأصل إذا كان غير الثلاث، إنما كثرة السؤال أن تسأله ما الذي جمع الناس هناك، يلتفون على ماذا، ما الذي سمعت الخطيب يقول، ما الذي تأتيه بأمور أنت تحب أن تعرفها وهي مما لا يعنيك أمره، أمور ما تعنيك ولا يهمك، عرفتها أو لم تعرفها. هكذا شأن الناس، كلنا فيه هذا، أليس كذلك؟ كل واحد يعرف إيش اللي حصل، ما الذي حصل، فيكثر السؤال. كره الله لكم هذه، كره كثرة السؤال. وكذا السؤال في العلم، قلنا السؤال الذي فيما عند الناس هذا ما ينبغي يا عبد الله، ترى محرم أصلا، لكن كثرة السؤال فيما يجري وفيما جرى وما الذي يحصل، هذه أمور كذلك لها الله عز وجل، لأنها أمور لا تعنيك. من ابتلي بها فيه كذا فراغ وحشر الأنف فيما لا يجوز ومضايقة الناس، لا ينبغي هذه الخصلة. كل سؤال ترى أن الجواب لا يعود إليك عليك بنفع، فهذا مما لا يعنيك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. حتى في العلم، العلم هناك سؤال يسأل عن حكم الله في أمر نزل به، حج فجاء من يعوقه عن مسيرة الحج، حج
فنسي أمرًا يعلم أنه من شعائر الحج، صلى وترك أمرًا لا يدري هو سنة أو كذا. وهكذا في فروع الدين من الحرام والحلال والأكل والشرب واللباس وأمور الجيران وأهلك وما إلى ذلك. هذا السؤال لمعرفة حكم الله في ذلك هذا مشروع، بل نوع من الجهاد. كيف تتقرب إلى الله إلا بهذا؟ لا، هذا مشروع ومحبوب، والله عز وجل يثيبك عليه. لكن كثرة السؤال يأتي بالنوادر. لو طفنا حول الكعبة لا عن جهة اليسار إنما بالعكس من جهة اليمين، لما لا يكون الأمر كذلك؟ ولو قرأنا هذه السورة منكوسة لما كانت صلاة المغرب ثلاثاً ما كانت أربعة؟ أو يأتي بأمر لما حكم الله بذلك؟ هذه أمور منهية عنها. أحياناً قد يكون فيها معرفة الحكمة لكن لا تفيد السائل ولا تنفعه. رجل يعني الله عز وجل أعطاه حق قدره فيما عنده من مال، يحب أن يعرف الدخول في المساهمة ولا يهمه أمرها، لأنه ما عنده ذاك المال الذي يدخل في المساهمة. هذا سؤال ما له معنى. أو يسأل أنه إذا بلغ كيف يكون الحج؟ إن هذا السؤال ما جاء وقته، لا تسأل عن هذه. فدل على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال يكون، ما هو السؤال الشحاتة، لأن هذا منهي عنه، يكون فيما لا ينفع ولا يعود إليك بجدوى، وأنه مما لا يعنيك. والناس تتضايق من هذا النوع. والسؤال كذلك في كثرة العلم في النوازل لم تنزل، وفي أمور لم تصب بها، وفي مسائل لا حاجة لك في معرفتها ولا معرفة الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كره الله لكم ثلاثة، قيل وقال، يعني لا تجلس هذه المجالس اللي فيها قيل، لا تقولها أنت ولا تجلس في هذا. وكثرة السؤال وإضاعة المال، ضاع المال أي ذهب واختفى، قد تعلم السبب أو لا تعلم إضاعته، أي أنك أنت تصرفت حتى ذهبت به إلى غير عودة. إضاعة المال يعني وضعه على الغير وجه المشروع، ما أمرك الله بذلك. لو صرفته في مباح من غير إسراف ما يقال أضاع المال، ولو أذهبته في نفقات متوكلاً على الله ولم تتسبب في هذه النفقات إضاعة أهلك أو من يجب عليه ومن يجب عليك نفقته من خدم وعمال وحيوانات، ما في شيء. لكن إذا كان يقتضي ذلك ما ينبغي لك يا عبد الله. فإذا أذهبت مالك كله وأنت لا تعول أحد وبك الثقة ومعك الثقة بالله عز وجل أنك صرفت هذه لوجهه الكريم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، عند ذاك اليقين. لكن لو صرفتها وتعلم أنك مضطرب القلب ما ينبغي لك. هذا إذا فهمت هذا المعنى حينئذ تذهب عنك الحيرة والاضطراب في أنه جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يحث على الإنفاق، وجاء الصحابي بماله، أبو بكر جاء بماله قال: ما تركت، كان يوم العسرة والناس في حاجة، ورغب صلى الله عليه وسلم في الإنفاق، جاء بماله كله، قال: ما تركت لأهلك؟ قال: الله ورسوله، يعني الله ورائي ورسوله يدعو لي صلى الله عليه وسلم، دعا له صلى الله عليه وسلم ما نامه. وجاء آخر أعرابي ليس في هذا الموقف أو في هذا الموقف، جاء ببيضة
بيضة يعني كتلة من حجر فيها ذهب، استخرجها من معدن أو كانت نصيب أجرته من المعدن. تعرف المعدن يعني المنجم. جاء ببيضه فلما رآها قال: هذا يا رسول الله ما لي كله. فأخذ البيضة وحذفها إلي عليه، لو أصابته لأوجعته. الإنسان إذا شاف، إذا سمع أو رأى حديثين يرى أنهما متعارضان تصيبه حيرة، يقول: إيش هذا؟ ليه قبل من هذا وأثنى عليه ورفض من هذا وأباه؟ لابد أن تعرف. الذي قدمناه أول يحل لك هذا الإشكال، الذي عنده ثقة بالله ورضى فيما عند الله وأعطى ماله كله فإن الله يؤجره ويثاب عليه، والذي في قلبه اضطراب وحيرة ويعلم أنه لو ذهب بهذا المال لبدأ يتكفف الناس ويتطلع، حتى لو ما شحت قلبه يستشرف من يطرق، بمجرد واحد يطرق الباب قال هذا، يعني عنده شيء من الفضل. وإذا شاف إنسان قال هذا. فلما يكون هكذا حال المرء ما ينبغي له. لا، دينار تنفقه على نفسك خيرا من أن تتصدق به. فنهى فكره الله لهذه الأمة ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال له وجوه كثيرة يا عبد الله. من صرفها في مباح توسعا، ترى هذا يلام عليه، هذا أمر مكروه. كيف في مباح توسع؟ أنت لا ترضى أن توضع أمامك المائدة إلا إذا احتوت على خمسة أنواع من الطعام، لو كان أقل من ذلك النفس تتألم ما ترضى. ترى هذه العادة، أو يرى أنه لا بد من عصيرات من كذا نوع، هكذا دأبه وشأنه، والحياة ما تستقر على هذا ولا تستمر. هذا التوسع في المباح يؤثر يا عبد الله على حياة القلب. ما نتكلم على القلب الذي يصيبه المرض الدنيوي، هذا شريان ضعيف أو أنه لا يضخ أو فيه ضغط أو فيه هبوط، ما نتكلم عن هذا. نتكلم على حياة القلب التي فيها العزيمة تدفعك إلى البر والطاعة وتسوقك إلى الخيرات تسارع فيها. فإذا عرفت أن هناك ملمة تهم المسلمين تهب إليها وتفزع إليها، ما هو أصحاب، ما نتكلم عن أولئك مرضى القلوب. يوم يأتي ذكر جهاد يقول: أعوذ بالله. وإذا سمع أمرا بالمعروف أو نهي عن المنكر مع أن فيه إيمان لا يقبل هذا. هذا شأن كثير من يحب الغنى، لأن الغنى فيه مرض، أو يستهوي الأمور التي هي غير مشروعة في أنه يتفانى في حب هكذا من اللعب وفي حب هكذا من الاستماع. غالبا قلوبهم لا تحب نوع مما فيه مو مجابهة مع الناس، مما فيه تقدم النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا رأيتهم على مكروه بينت أن هذا لا يليق، وإذا أن رأيتهم نافرين عن طاعة تقربهم إلى الله بالوسائل الحسنة. الناس أصحاب القلوب المريضة لا تقبل هذا، تأنف منه وتشتم صاحبه وتؤذيه إن استطاع. لكن لما يتحمل في ذات الله عز وجل ويعلم الله صدقه العاقبة له. إيش معنى العاقبة؟ يعني آخر الأمر أن الله عز وجل يجعل له الهيبة والنصر والمحبة. الشاهد يا عبد الله، إضاعة المال إذا كانت في المباح الزائد كرهه الله، فما بالك إذا كانت في غير طاعة، من نوع من أنواع الإسراف الذي فيه مباهات
وإظهار القدرة. ما رأيتم من يتباهى بدابته فيحليها بالذهب؟ حتى الكلاب لما يضع الكلب ويحاول أن يجعل فيه مقود يقوم يطليه بالذهب. أما سمعت بأن أناس إذا أرادوا إقامة أمر مشروع في فرح لا بد أن يقيموا فيه من الزينة ومن الإنفاق مما يستدعى أن يقول فلان فيه كذا وفيه كذا؟ الله عز وجل كره إضاعة المال. يا عبد الله جئت ما شاء الله وجلست في الصف. اللهم استعان. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.